هذا هو بحر الجليل. في هذا المكان سار يسوع المسيح على المياه وأجرى الكثير من المعجزات. هذا هو نهر الأردن. في هذا المكان اعتمد يسوع ابن الله وتكلم الآب من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هذا هو القبر الذي دفن فيه يسوع ابن الله، ثم قام ثانية بعد أن ظل ميتا لمدة 3 أيام. هذا هو الجبل الذي صعد منه يسوع المسيح إلى السماء، وهو أيضا المكان الذي سوف يرجع إليه عندما يأتي إلى الأرض ثانية. تعرف على حياة يسوع وكلماته من المكان الذي عاش فيه عند زيارتك لموقعنا lightoflifetv.com lightoflifetv.com